كلام مشتهر جدا على الألسنة ينسبونه حديثا فيقولون: ريق المؤمن شفاء، أو سكر المؤمن شفاء. أحيانا يشرب الإنسان من كأس الآخر لا تطيب نفسه أن يشرب منها، ومع هذا أمر شخصي، يعني لا ألزم أحدا ولا أمنع أحدا. إذا شرب إنسان من كأس وأراد الآخر أن يشرب أو لا يشرب لا ينبغي الاعتراض على هذا. المهم، هناك بعض الإخوة يقول: يا أخي لماذا لا تشرب؟ ريق المؤمن شفاء. لا، ليس ريق المؤمن شفاء، غير صحيح هذا الكلام. أحيانا قد يكون هذا المؤمن قد ابتلاه الله تعالى بمرض خبيث عضال منتقل، فكيف تقول إن ريقه شفاء؟ قدر الله عليه البلاء، وينبغي علينا أن نتحرز. فهذا الكلام غير صحيح. يقولون ريق أو سور، السور هو ما يتبقى من الشرب الذي يتركه الإنسان.